للمزيد معنا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام عدنان الصباح، ومعنا أيضا عبر سكايب أيضا من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي البغدادي. أهلا ومرحبا بكما. حياكم الله. أبدأ معك أستاذ عدنان. حركة حماس قالت إن وفدا لها سيتوجه الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المفاوضات استجابة لدعوة مصر، مشددة أيضا على تمسكها بالموقف السابق والذي قدمته في 14 من آذار الماضي. هل هنالك برأيكم أي فرصة للحل؟ أنا هناك فرصة، لأن هناك ثابتين لدى الطرفين وهما نفس المكون، أن حماس تعلن وبشكل واضح وقاطع ولا لبس فيه أن الأساس للانطلاق في هذه الصفقة يجب أن يكون أولا وقف الحرب وانسحاب الجيش والعودة إلى الشمال. هذه قاعدة الأساسية التي لا جدال فيها ولا نقاش فيها، ودونها لا يمكن البناء على شيء. هذا بالمقابل هناك أيضا لآت لدى دولة الاحتلال ومعها الولايات المتحدة. نعم. الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تقبل أبدا، أو تقول أنها لا تقبل، وبوضوح موضوع الوقف المطلق للحرب، لا وقف تام للحرب. هم يقولون أن نحن بحاجة لهدنة مؤقتة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى، لا أكثر ولا أقل. وبالتالي على أي قاعدة يمكن أن يلتقيان؟ قد يكون هناك إمكانية للحديث في آليات انسحاب الجيش مثلا من شمال قطاع غزة أو من أراضي قطاع غزة. قد يكون هناك حديث عن آليات الانتقال إلى الشمال، حديث عن آليات تنفيذ الإغاثة، حديث عن أعداد الأسرى الذين سيفرج عنهم. هذا كله يمكن الحديث عنه، لكن المطلق الذي يستحيل الحديث عنه وقف الحرب، لأن النتيجة باختصار المعادلة بسيطة وسهلة واضحة، أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال يقولون بملء الفم وبشكل واضح وجلي: عليكم الآن أن تصلوا معنا إلى اتفاق لكي نستلم أسرانا ونمنحكم عددا من الأسرى ونوقف إطلاق النار لفترة محددة ونعيد أعداد معقولة أو محددة إلى شمال قطاع غزة ونسمح بالإغاثة، وقد سمحوا على أي حال كما سمعنا، ولكن لا تفكروا على الإطلاق بوقف الحرب، لأننا نريد أن بعد أن ننتهي من التبادل نريد أن نعود لنقضي عليكم. يعني أي غبي على وجه الأرض يمكن أن يقبل بهذه المعادلة؟ نعم. وبالتالي لا يمكن الوصول إلى اتفاق ولا بأي حال من الأحوال، ولا يبدو أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال بحاجة للوصول إلى اتفاق. هذه حلقة علاقات عامة، إدارة لحملة علاقات عامة. لا يريدون القول أننا لا نريد التفاوض ولا نريد استعادة الأسرى، يريدون أن يضعوا الهدف في مرمى حماس. حماس تقول أنها لا تقبل إلا بوقف الحرب وبعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وبانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. إذن المتعنت الذين هم يريدون أن يصوروا الصورة وكأن المتعنت هي حركة حماس، هذه هي الذي اللعبة التي تلعبها الولايات المتحدة. ولذلك أرسل نتنياهو وفده إلى القاهرة وسيرسل أستاذ علي. الأستاذ عدنان قال أن الكيان الصهيوني المحتل مصر على لا، وهي لا لوقف الحرب بشكل دائم. لماذا تصر حكومة نتنياهو على الاستمرار في الحرب على الرغم من أنها لم تحقق أي من الأهداف المعلنة التي قالت عنها؟ تحياتي لك وللمشاهدين أخي الكريم. حكومة نتنياهو ليس أمامها إلا الاستمرار في الحرب، لأن وقف إطلاق النار يعني ببساطة أن المقاومة قد انتصرت، ويعني أن الحكومة هذه قد فشلت. إذا كانت الضربة التي تلقتها في يوم 27 كانت ضربة أثبتت فشل الحكومة أو فشل نتنياهو فشلا محتملا، فإن ما تلا ذلك وهذه العملية البرية التي الآن قاربت الأربعة أشهر لا يوجد فيها احتمال للفشل، بل هو تأكيد للفشل في الحصول على أي من الأهداف السياسية الكبرى التي وضعتها حكومة نتنياهو. هو فشل في كل شيء، فشل في تحطيم قدرات المقاومة،
واليوم مني بهزيمتين قاسيتين، هزيمة ميدانية في خان يونس في على يد السواعد، سواعد المقاومة الأبطال، وهزيمة سياسية على عندما حصل على جثة أحد الجنود وصرحت أخته وحملت المسؤولية لنتنياهو أنه هذا كان ممكن أن يخرج حيا. وقبل ذلك حصل على هزيمة عندما ضرب في دير البلح المطبخ الدولي، والأخبار تتكلم عن توبيخات من قبل بايدن ومن قبل وزير رئيس الوزراء البريطاني، لأنه ما يحدث الآن مزيد من الضغوط الميدانية والسياسية على حكومة نتنياهو. فشل في إيجاد البديل عن حكومة حماس في غزة، فشل في فرض أي سيطرة لأي جهة إدارية هناك، فشل في ما في 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 المباحثات السياسية لما يعرف باليوم التالي لوقف إطلاق النار. وبالتالي هو الآن في ورطة كبرى ومستمر في هذه العملية بلا أفق سياسي، وهذا ما يصرح به، صرح بذلك الوزير المستقيل ساعر، وصرح بذلك أيزنكوت بأن العملية العسكرية في غزة ليس لها أفق سياسي ولا تزال تراوح مكانها. نعم أستاذ عدنان، البنك الدولي يقول أن أضرار البنية التحتية في غزة بلغت 19 مليار دولار، وأن حجم الدمار في غزة فاق 70% من البنى التحتية. هكذا إحصائيات، هل تجرم إسرائيل أم أنها محاولة للترويج بأن غزة أصبحت اليوم غير قابلة للسكن؟ نعم، الأساس أنهم يريدون أن يجعلوا من غزة غير قابلة للحياة، هذا هو الأساس الذي تسعى إليه الولايات المتحدة ودولة الاحتلال وعصابتهم. لماذا؟ لكن الحقيقة المرة أن كل هذه الخسائر التي يتحدثون عنها، نعم، الجواب المهم، السؤال المهم عفوا، هو من يتحمل هذه المسؤولية وكيف؟ الاحتلال، الولايات المتحدة وآخرين حتى الآن يتحدثون عن إعادة الإعمار. السؤال، من الذي يعيد الإعمار؟ من الذي أدان دولة الاحتلال؟ ما هو شكل الإدانة؟ هذه الجريمة المتواصلة هل ثمنها 18 مليار؟ تسخيف القضية التي الفلسطينية، تسخيف المسألة الفلسطينية، تسخيف المقتلة التي تجري للشعب الفلسطيني ب 18 مليار و 19 مليار و 100 مليار الذي يجري على أرض قطاع غزة خارج أرقام الحسابات، خارج معادلات النقد، خارج حسابات الاقتصاد، الذي يجري على أرض قطاع غزة إبادة حقيقية لشعب على هذه الأرض. وحتى اللحظة كل العالم الذي وقف على قدميه جميعا بعد أن تم اغتيال وإعدام الموظفين السبعة في المنظمة الدولية، مع احترامنا الشديد جدا لأرواحهم ولحياتهم ولقيمتهم الإنسانية، فهم لا بالنسبة لنا لا يعنون أقل من أبناء شعبنا، ولكن العالم، هذا العالم لم يصحو من هذا السبات القاتل إلا بعد أن تم إعدام الأبرياء السبعة هؤلاء، ليتحدث عن وقف، عن إدخال المساعدات، ليتحدث عن جريمة. ما الذي جرى طوال 6 شهور؟ القتل والذبح والتدمير والتخريب لم يتوقف. بأي ثمن يمكن أن يقاس، أن تقاس معاناة وآلام وأوجاع 2.4 مليون إنسان بين شهيد وجريح على أرض غزة؟ لا يوجد تعداد ولا يجوز التعداد، لأن إذا قلنا أن عدد الشهداء 34 33، أنا أقول لك ضرب 2 بالحد الأدنى. إذا قلنا أن عدد الجرحى 75 80، أقول لك الباقي على أرض قطاع غزة جرحى، لأن جرح النفس جرح، وجرح الوجع جرح، وجرح الجوع جرح، وجرح العطش جرح، وجرح الفقد جرح، وجرح البيت المهدوم جرح، وجرح بدون غطاء ورداء وماء ودواء، هذه جروح. كل غزة، كل مواطن على أرض غزة مجروح. أن يفكروا ويناقشوا ويهتموا كل هذا الاهتمام بالضحايا السبعة، وأن يفكروا بإهداء شعبنا بالإذلال
بالألقوت بالإذلال ألقوت، ونحن نرى ورأينا كيف قتل أبناء شعبنا وهم ذبون ليحضروا الطعام. أن نعم. يقتل نعم. شعبنا بهذه الطريقة، بكل الوسائل يقتل شعبنا. نعم أستاذ علي، الاتحاد الأوروبي قال إن فتح إسرائيل لبعض الممرات الجديدة لا يكفي لمنع المجاعة في غزة، تصريحات لا تتناسق مع التقارير التي تتحدث مع استمرار الدول الغرب لتوريد الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل، لما هذه الإزدواجية؟ الغربي يعني السياسة الغربية دأبت على النفاق وعلى الكعيل بماكيالين وعلى المعايير المزدوجة. هناك ضغط عالمي وضغط في الرأي العام أمام مشاهد الجرائم ومشاهد التجويع ومشاهد الحصار، لا يمكن لأي شخص أن يعني يتساهل فيها أو يسكت عنها. في المقابل هناك مقتضيات سياسية أمام كل صناع القرار الغربيين، ومسؤوليات قومية ومسؤوليات تاريخية أمام الكيان الصهيوني المحتل، وبالتالي هم يعانون من هذا التناقض. من جانب ما زال هذا الكيان يعتبر هو الامتداد الغربي لهم في هذه المنطقة، وأيضا هو يسبب لهم حرجا بما يمارسوا من قتل ومن تدمير فاق كل التصورات، وسبب لهم حرجا يعانونه في الرأي الداخلي سواء كان في أوروبا أو حتى في أمريكا. يعني إذا رأينا تصريحات بايدن، وحتى كان يعني نتنياهو يراهن على ترامب وعلى التنافس الجمهوري الديمقراطي، حتى ترامب قال بأنه هو لو كان في مكان بايدن لأوقف الحرب فورا. وبالتالي هذه الحرب بذلك نؤكد أنه في الناحية السياسية بلا أفق سياسي. نعم هما يحاولوا أن يراوغوا، ولكن الشعب الفلسطيني في غزة بصموده والمقاومة بحنكتها بإدارة العملية السياسية بحيث لم ترضخ للتهديدات ولا لمحاولات الضغوط، والفعل الميداني على الأرض الذي لا يزال حتى الآن فاعلا ومؤثرا وقادرا على الإثخان في العدو، كل هذا يؤدي إلى أنه في النهاية ليس أمام هذا الكيان الإسرائيلي وليس أمام حكومة نتنياهو إلا الرضوخ لوقف إطلاق النار. لأن العملية كما ذكر الضيف الكريم، لا يوجد شخص غبي بإمكانه أن يوافق على تسليم الرهائن والموافقة على بقاء الاحتلال في غزة، وثم مقابل هدنة بدون وقف كامل وشامل لإطلاق النار. التصريحات حتى من وزير الدفاع يتحدث على أنه غزة أصبحت نقطة استنزاف للجيش الإسرائيلي، وأنهم إذا أرادوا أن يعني يجعلوا غزة ليست منطقة مهددة للكيان الإسرائيلي بحيث تكون منطقة آمنة، يحتاج إلى 10 سنوات من البقاء في هذا المكان، وهذا يعني حرب استنزاف طويلة لا قبلة لهم بها. ولم ينجح في التاريخ المعاصر أي جيش نظامي في مقاومة حرب العصابات. نحن نقول بأن الكيان الإسرائيلي في أزمة، والمجتمع الدولي أيضا في أزمة أخلاقية وسياسية، وعليهم في النهاية أن يضغطوا على هذه الحكومة لوقف إطلاق النار ولا شيء سوى ذلك. نعم أستاذ عدنان، طلبت كولومبيا من محكمة العدل الدولية التدخل كطرف في دعوى جنوب أفريقيا التي أقامتها ضد الكيان الصهيوني لارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزة. هل ترى يعني هل من الممكن أن تلحق المزيد من الدول في ركب التحالف المجرم لإسرائيل؟ يعني حتى لو التحق العالم، كل العالم في هذه المحكمة الدولية، ما النتيجة؟ لا شيء. العالم يعني العالم يدافع عن ذاته. قبل قليل في المقدمة يعني ذكرتم أن أحد المسؤولين الأمميين قال أن هذه الحرب خيانة للإنسانية. أنطونيو غوتيريش. أنا أقول لا، الإنسانية تخون نفسها وليست الحرب التي خانتها. هذه إنسانية خائنة، هذه إنسانية ظالمة، هذه إنسانية سادية. هذا عالم إما أنه قاتل ومشارك بالقتل كالقاتل الماجور دولة الاحتلال ورعاتها الولايات المتحدة وعصابتها، أو أنه يعني يتفرج على هذه المقتلة ويولول، أو أنه يجد طريقا ليذهب إلى المحكمة العدل الدولية ليلقي خطابا ساعة يقول به كلاما جميلا دافئا لا يغني ولا يسمن من جوع. الحقيقة الوحيدة على الأرض أن شعبنا يذبح، والذبح لا يساويه الكلام، الموت لا يساويه الكلام. لماذا
لماذا حين قتل 7 من الأجانب، وأكرر احترامي لأرواحهم وأسمائهم وحياتهم وعائلاتهم، لماذا صح العالم؟ هل الفلسطيني صفر؟ هل الفلسطيني ليس إنسانا؟ هذه إنسانية خائنة، وليست هذه الحرب هي التي خانت الإنسانية. الإنسانية خائنة لذاتها لأنها تركت أمثال هؤلاء يفعلون ما يريدون طوال 6 أشهر. الإنسانية خائنة لذاتها لأنها لم تمنح الشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة منذ عام 48 وحسب قرارات الأمم المتحدة. الإنسانية خائنة لأنها تركت هذا القاتل المأجور يورث الجريمة منذ عام 48 56 67 وإلى حتى هذا اليوم. كل هذا التاريخ والجرائم والمذابح، قبية، دير ياسين، كفر قاسم، هذا في فلسطين، صبرا وشاتيلا، قانا، بحر البقر، الأغوار الأردنية، هذا القاتل المأجور قتل في أوروبا، لاحق المقاومة الفلسطينية وكوادر الشعب الفلسطيني، أدباء وشعراء وفناني وسينمائيي قتلهم في كل مكان. هذا القاتل المأجور لم يخن الإنسانية. هذه هي الإنسانية التي أفرزت مثل هذا القاتل المأجور. وبالتالي الذين يتباكون عليهم أن يبكوا على أنفسهم، لأنهم عليهم أن يدركوا أنهم بلا قيم وبلا أخلاق وبلا إنسانية، وأنهم لا ينتمون إلى الإنسانية بشيء. الذي ينتمي إلى الإنسانية من يرفع يده اليوم إلى جانب الشعب الفلسطيني للدفاع عن الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية. هذا هو الذي ينتمي للإنسانية. أستاذ علي، العديد من زعماء الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية رفضوا دعوة جو بايدن لمأدبة إفطار. كيف تنظرون لهذه الخطوة؟ هل يمكن أن تشكل أي موقف أو ضغط أمام الدعم الغير محدود إلى الكيان الصهيوني؟ بكل تأكيد بايدن الآن حسب استطلاعات الرأي هو في أضعف حالاته، والسبب في ذلك بالإضافة إلى الأسباب الداخلية، لكن غزة وحرب غزة الآن يعتبر أحد المحددات في الانتخابات الداخلية الأمريكية. لا يمكن أن يعني نغض النظر عن موضوع موقف الجاليات وموقف الجالية الإسلامية وموقف الشباب وموقف اليسار، حتى التيار اليساري في داخل الحزب الديمقراطي له نفس الموقف. وبالتالي الموقف في غزة موقف ضاغط جدا على الرئيس الأمريكي، على السياسة الأمريكية، وأيضا في المقابل على أيضا الحزب الجمهوري كما ذكرت. يعني القضية ليست وردية بالنسبة لنتنياهو، وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة الآن أصبحت تغير توجهها بالنسبة لدعم الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو عنصر أساسي، بل يعتبر المحافظة أو الولاية 51 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أتكلم عن قضية وقف إطلاق النار وموقف نتنياهو وموقف الأزمة أو الورطة التي ورط فيها نتنياهو السياسة الأمريكية في هذه الحرب. لذلك سمعنا عن تسريبات تتحدث عن توبيخ شديد اللهجة من قبل بايدن لنتنياهو. نتج عن ذلك طبعا هذا التوبيخ كان في إثر استهداف المطبخ الدولي وارتقاء العمال هناك، ولهم كل يعني المجد لأرواحهم، وطبعا هؤلاء كانوا قدموا لنجدة الشعب الفلسطيني. ولكن هذه الضربة يعني أدت إلى يعني هزة كبرى، وعلى إثرها الآن هناك مساعدات دخلت من الشمال، هناك محاولات الآن وضغوط، وحتى موضوع وفد حماس الذي انتقل أو سينتقل غدا إلى القاهرة لإعادة إحياء موضوع المفاوضات هو جزء من عملية ضغط من قبل نتنياهو إنه خلصونا من هذا الموضوع. يعني هو الآن في يعني يجب أن يتخذ قرارا بشأن هذه الحرب. أما استمرارها بنفس هذه الوتيرة بلا أفق سياسي وبلا قدرة من قبل الجانب الإسرائيلي على تحقيق أي نجاح، وهذه الأخطاء التي ارتكبت، قد يعني هناك من لا يوجد أي مانع من تكرار خطأ المطبخ الدولي إن كان خطأ، ولكن ما الذي يمنع من إصابة المزيد من الموظفين الدوليين؟ وبالتالي هذا يضع الرئيس الأمريكي في حرج شديد أمام ناخبيه، خاصة التيار الشبابي. أستاذ عدنان، هناك اتساع لدائرة البريطانيين الرافضين لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من بينهم قضاة. كيف يمكن للجاليات العربية في أوروبا وواشنطن من أن يستغلوا الموقف ليؤثروا على قرارات الحكومات الغربية وربما
أن يصنعوا فارقا ما؟ أرى إلا أن ما يجري في العالم ومثل هذه الرسالة تحديدا التي وصلت إلى سوناك من الحقوقيين وبينهم قضاة في المحكمة، قضاة سابقين في المحكمة العليا في بريطانيا، وأكاديميين وحقوقيين وسياسيين سابقين، هذا مهم. البناء على مثل ما جرى خلال اليومين الماضيين سواء في الجمعة في العالم العربي والإسلامي أو اليوم في العالم وغدا أعتقد أيضا الأحد، المظاهرات، الاحتجاجات، حجم الضغط العالمي الشعبي على هذه الحكومات، الموقف الذي يعيشه الآن بايدن، رغم أنني أتفق مع الأستاذ علي أنه لن يؤثر ذلك الآن حاليا لأن الحزبين الكبيرين عمليا يؤيدان دولة الاحتلال، ولكن وصل الأمر بسبب من الضغوط، حتى ترامب هذا المأفوم غير من موقفه وخاطب بنيامين نتنياهو طالبا منه وقف الحرب، بايدن طلب منه وقف المعركة، وقف إطلاق النار حتى من جانب واحد. هناك الآن بنيامين نتنياهو يأخذ العالم إلى حافة الكارثة والهاوية. ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، الاعتداء على في المسجد على المسجد الأقصى، كل الجرائم التي يرتكبها بنيامين نتنياهو لا يريد أن يصل إلى مرحلة فيها هدوء أو تهدئة أو وقف لإطلاق النار، يريد، والعالم يعرف وحتى ناخبيه يعرفون أنه شخصيا وعصابته سموتريتش وبن غفير يريدون إطالة أمد الحرب هذه إلى أكبر قدر ممكن. ويساعد بالمناسبة بايدن الذي يتحدث عن وقف لإطلاق النار، بمعنى أوقف إطلاق النار، دعنا نرمم الصورة التي جرحت خلال الفترة الأخيرة وندخل المساعدات ونعطي الناس حالة من الاسترخاء قليلا، ثم نعاود الحرب من جديد بعد أن نرمم الصورة أو نوضح أن دولة الاحتلال تستجيب لشروط المحكمة الدولية، تدخل المساعدات إلى كل الأماكن، فتحت الممرات البرية، مرمر بيت حنون ومر كرم أبو سالم المعابر، وتسمح بإدخال المساعدات، وهي أوقفت إطلاق النار. وبالمناسبة بنيامين نتنياهو كاذب، هذه حكاية أنه لا يريد إعادة النازحين إلى شمال قطاع غزة، هي كذبة من كذباته، لأنه قال في مؤتمر آخر، في لقاء آخر، حين سألوه عن كيف سيحمي الناس في رفح عند اجتياحها، قال ليذهبوا إلى الشمال، هناك متسع كبير في الشمال، ليأخذوا خيامهم ويذهبوا إلى الشمال. وفي المحادثات يقول لا أسمح إلا بألف، ألفان، 3000 في اليوم، وبعد التفتيش الشخصي، يعني بعد الفحص الشخصي لكل شخص يعود إلى، أو حسب العمر، بمعنى الذين هم في الخدمة العسكرية لا يمكن إعادتهم إلى شمال قطاع غزة، اللي هو يريد إعادتهم. هناك خطة مشتركة، هناك برنامج مشترك أمريكي صهيوني مع دولة الاحتلال. كان معنا عبر سكايب من جنين رئيس مركزي جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح، وأيضا كان معنا أيضا عبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. شكرا جزيلا لكما لانضمامكما إلينا في بانوراما رافدين، ونسأل الله أن يعم الأمن والأمان على فلسطين عامة وسكان غزة بشكل خاص.